أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا يجب أن يعرف من الزوجة أو الزوج قبل الخطبة؟ يقول: ماذا يجب أن يعرف من الزوجة أو الزوج قبل الخطبة؟ يعرف عنها أنها ذات دين، وأنها ذات خلق، وأنها تصلح له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.